بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة افتتاح المقر الجديد للقيادة العامة لقوى الأمن الداخلي للثورة السورية في الداخل، نلتقي العميد الدكتور علي العلاو ممثل القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي. تفضل سيادة العميد. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية الرحمة للشهداء والشفاء لجرحانا والحرية للمعتقلين. أننا نهنئ شعبنا العظيم الثائر داخل الوطن وخارجه، كما نهنئ أنفسنا كجهاز شرطة وطنية ثورية عن افتتاح المقر الجديد للقيادة العامة لقوى الأمن الداخلي للثورة السورية الداخل المحرر، وإلى مزيد من افتتاح المؤسسات الكثيرة في سوريا الديمقراطية. وإننا نعد شعبنا بأننا سوف نقدم خدمة الأمن والطمأنينة إلى كل مواطن، وأن المواطن سوف يكون هو محور عملنا الأساسي، وخدمة المواطن هي المعيار الأساسي لتقييم أدائنا وعملنا. فإلى مزيد من التضحية، إلى مزيد من الجهد، إلى مزيد من الوفاء والإخلاص والولاء الوطني والثورة. عاشت سوريا حرة أبية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. العلم على